شايفين الاحتفال بانهم عاملين مولوتوف جديد اللي بتحكموا فيه، يعني في المادة اللي يمكن انها تعمل نوع من الاشتعال اضخم واكبر، وبيحتفلوا الله اكبر، يعني الله بريء من كل مما يفعلونه. وكذلك الاسلام الذين يدعون دائما انهم يدافعون عن الاسلام، هم يدافعون عن مصالحهم الخاصة ويدافعون عن كرسي الحكم. طيب تعالوا نشوف ايضا جماعة الاخوان تقوم بتمزيق اللافتات المؤيدة للدستور وكذلك المؤيدة للقوات المسلحة وللفريق السيسي. زي ما انتم شايفين اللافتات بيحاولوا انهم بيسقطوا كل اللافتات، لكن طبعا هنا هنقول فين القوى المنظمة المسؤولة، سواء شعبيا يعني على الناس ان تواجههم اذا تم تحطيم لافتات بهذا الشكل، بالاضافة الى يعني ربما تكون هذه المنطقة لم تكن موجودة فيها قوات امن. في كل الأحوال يجب مواجهة كل مخططات جماعة الإخوان. تعالوا نشوف في مسيرة الإسكندرية لما سألناهم، يعني هم بيتكلموا عن مقاطعة الدستور. بالنسبة للدستور، الدستور دوت دستور باطل، ما ينفعش الهوية الإسلامية موجودة فين. لما يجي الجماعة اللي هم الممثلين بتوع الأفلام اللي هي مش مظبوطة يقعدوا في التأسيسية بتاعت الخمسين ويحطوا فيهم كلام ما خدش رأي الشعب. إحنا لا شفناهم ولا سمعناهم ولا أعلنوا عن الدستور. يعني الدستور ده كتير حاجة منهم وبين نفسيهم، ما أشعلوش عنه ليه؟ بعهد مرسي كنا بنقول أول بأول بنقول حصل. أما النهاردة مفيش، احنا مش عارفين ايه هو الدستور دوت. الدستور اللي فيه البيادة ما ينفعش. العسكري اتعود ان هو ياخد أوامر، أما المدني عنده ابتكارات، عنده رؤية بعيدة لبن الوطن. أما هم عندهم الفساد، عندهم الإقصاء، عندهم القتل، عندهم القهر. الأزهر طول عمره في جهاد، أصبح الجهاد الأزهر بيتقتل دلوقتي. فاللي احنا عايزين نقوله ان الدستور دوت مش هينفع ولا هنروح. اللي ضعف الدستور حق اللي ضعف انتخابات مجلس الشعب، مجلس الشورى الاستفتاء على 21 مارس على انتخابات رئاسة الجمهورية، نزل النهارده عشان اكبر مجزرة في تاريخ الحرب على الهوية، نزل النهارده عشان كل الظلم اللي حصل في البلد ده مش راضي اي حد في البلد، مش راضيين الظلم ده في بابا يجيني مجرد ان هو فريق في الجيش او قائد للجيش ان هو يجي يلغي صوتي يلغي شخصيتي وهو يتحكم في البلد. عمره ما هيمشي عليه ابدا، احنا معانا دستورنا، احنا دستورنا ما فيش احسن منه، عمر دستور السيسي ما هيمشي علينا، ومكملين للنهايه. طيب يعني انت طبعا هتلاحظ انه يعني هذا هو ما يضخ في عقولهم، يعني لانه ما فيش حد بيقول لك اسباب مقنعه.